سيتم التحقيق مع مجموعة شانغهاي انترناشونال لصناعة اللحوم في إطار سعيها للاستحواذ على مجموعة سميثفيلد الأمريكية. بعض المساهمين في سميثفيلد سيلجؤون إلى القضاء على اعتبار أن السعر المفروض غير كاف. شانغهاي انترناشونال أكبر مجموعة مصنعة للحوم، تعتزم دفع 34 دولارا نقدا لكل سهم في سميثفيلد، ما يزيد بمعدل 34% عن سعر السهم قبل إعلان خطة الاستحواذ. المشروع وهو قد يشكل أكبر عملية استحواذ لمجموعة صينية على مجموعة أمريكية، قد يواجه تحقيقا كبيرا نتيجة للفضائح التي طاولت الصين مؤخرا في قطاع الطعام. السعر الأخير الذي وافقت المجموعة الصينية على دفعه هو 7 مليارات و100 مليون دولار.